يا مرحبا بالنادرين الميامين حضورهم تاج وسام وغنيمة جونا على الدعوة رجال مسمين أهل المواقف والنفوس الكريمة زعاتنا دايم على العسر واللين وللجار والصاحب وقار وحشيمة يا مرحبا بالنادين الميامين حضورهم تاج وسام وغنيمة جونا على الدعوة رجال مسامين أهل المواقف والنفوس الكريمة وقفات لا تره بعذور المعادن أصحابنا عز وكرامة وشيمة من صلب إن أسمى أنواع الجود هو الجود بالنفس، أما بطلنا مشعل فإن لك من اسمك نصيب، دمت مشعلاً يستضاء به فبنور جودك بنفسك. بعد إرادة الله أفاقت نفس من غيبوبتها وعاشت بيننا شاكرة معترفة بفضلك بعد الله. حفظك الله من كل سوء. زعاتنا دايم على العسر واللين وللجار والصاحب وقار وحشيمة. متواصلين معكم مشاهدين الكرام لتغطية حفل بطل حايل مشعل الفريح الجعفري. حياك الله مشعل. الله يبقيك، يلا حيهم، شرفتونا قناة الصحراء بحضوركم وتغطيتكم للحفل، والله يطول بعمرك. طبعا حنا اللي تشرفنا بطل من أبطال المملكة العربية السعودية يبدع في إنقاذ حياة العديد من الأسر، وحقيقة حنا نقدم لك التحية باسم قناة الصحراء وباسم مشاهدي قناة الصحراء. الله يطول بعمرك، وهذا عمل رجال الدفاع المدني ونتشرف بهالعمل، والله يطول بعمرك، جزاك الله خير. والد بطل حايل مشعل الجعفري فريح، حياك الله. الله يحييك طال عمرك. اولا نهنيك ونقول لك الف مبروك على انجاز ابنك هالانجاز العظيم، واليوم انتم تحتفلون فيه، وحقيقه ان سعداء في قناه الصحراء. الله يبارك بايامك، الله يحييكم. هالمناسبه وش اللي في خاطرك وحاب ان تقوله؟ والله بحاب ان اقول طال عمرك الله يحيي الجميع، وفرحوني بجيتهم، الله الله يجزاهم خير، شرفونا وشرفتنا قناة الصحراء. هذا ما أقول، الله طال عمرك. نعم طبعا بلا شك مشاعر الوالد دائما تكون يعني
جياشة وتكون مشاعر فرح وسعادة عند ما ينجز أحد أبنائه عمل بطولي مثل ما شاهدنا يعني وتابعنا الصور وتابعنا الأحداث وتابعنا الأمور كلها اللي حقيقة أبدع فيها ابنكم مشعل. يعني ودي نسمع يعني نبذع عن مشعل في هو كان صغير سنه الآن ما شاء الله عليه كبر أبوها الحين. والله مشعل طال عمرك هو مشعل من الشباب الحماسيين في عمله بأي عمل، أول شيء بدراسته الحمد لله، ثاني شيء يوم التحق عسكري يحب العمل البطولي بأي عمل يدخله هو الحمد لله حماسي شغله الحمد لله. طبعا احنا سعداء اليوم انكم تحتفلون بابنكم البطل حقيقه اللي كان عمله عمل بطولي، هذا بطل من ابطال المملكه العربيه السعوديه وابطال رجال الدفاع المدني. حقيقه احنا سعداء نقول لكم الف مبروك على سلامته والف مبروك على الاحتفال الكبير. الله يبارك بايامك ونحيي جميع الحضور واسعدونا حضورهم، اسعدونا الحمد لله وسعدتنا قناه الصحراء كانت موجوده عندنا اليوم، الله يطول عمرك. اشكر اولا اللي جاي من على الحفله، واشكر القناة واشكر مشعل بالذات انه يمثل عنزة كلهم ما مثل الجعافرة، والحمد لله على سلامته. فرصة سعيدة ابو سعود وحياكم الله. الله يسعد ايامكم ان شاء الله. شكرا لكم. الله يطول عمركم، وهذا الشرف لنا احنا ما هو لنفسه، لا للقبيلة كلها ولا المسلمين كلهم، لان الرجل يطلع بالعلم الطيب للمجتمع، وهذا ما هي غريبة الحمد لله من مجتمع المسلمين وربعنا خاصة دائما يفعلون العلم الطيب. بيض وجهكم على كل حال، وحنا نهنيكم جميعا بهالمناسبة السعيدة. بارك بأيامك يطول عمرك.